Bonjour, معكم مدامها. أنا بباج 73 صفحة 73 يونيتي 4 الوحدة الرابعة صف العاشر منهاج حديث. عم نعمل قراءة وترجمة، تدريب على القراءة والترجمة، لأنه المناهج مخلصينا وموجودة على قناتي على اليوتيوب. هي بس لحتى نتدرب على القراءة ونشوف كيف نعمل ليزون ونوصل الأحرف الأخيرة مع الحرف الأولى بالقراءة، كيف ونعلم عليها بقوس، كيف نشطب الأحرف اللي ما بتنقرأ، وشوية ملاحظات حول القراءة. أنا هلأ بالنص الكتابي الأول من الوحدة الرابعة. www.museeinfo.com blog accueil هيك هذا الحرف سي، إذا أجا بعده أ أو إي بنقرا سهو، الباقي ك. أكي أ إي إي إل ياء أكي، مؤكل أكي. سيرفيس، سيرفيس اسمها بتنقرا حرف سي، هون قريناه سهل لأنه بعده أ. كونتاكت الاتصال، كونتاكت هي ك لأنه بعدها أو، وهون كمان ك لأنه بعدها تي. كونتاكت. كومونسي، هون ك لأنه بعدها أو، بينما هون سه لأنه بعدها أو، الأخ ما بتنقرا. كومونسي بدأ، بداية يعني ابدأ. لو بالي ديفير، لو بالي أي بتنقرا أي، الاسم ما بتنقرا. ديفير الأش على طول على طول ما بتنقرا. ديفير القصر الشتوي، لو بالي ديفير أو قصر الشتاء. لو بيتي تيرميتاج، لو بيتي تيرميتاج كمان الأش ما بتنقرا، يعني المتحف الصغير. كمان ج هاي بنقراها ج إذا أجا بعدها أ أو إي والباقي ج. لو بيتي تيرميتاج، لو نوفيل إرميتاج كمان هون ج الأش ما بتنقرا، أو يو بتنقرا أو. لو نوفيل إرميتاج. لو غران ج، هون ج لأنه بعدها إر. لو غران أن، أ إن أن. فيي كمان أ إي إل ياء، فيي القديم. إرميتاج فيي إرميتاج المتحف الكبير أو القديم. لو تياتر المسرح، الأش ما بتنقرا. لو تياتر ي صارت أ أ صارت ي. لو تياتر مو تياتر، لو تياتر المسرح. أوغير مواعيد الدخول، الأش ما بتنقرا. أ إي إي الاسم ما بتنقرا. أوغير ميركريدي، هون ك لأنه بعدها إر. ميركريدي الأربعاء، أو جودي أي مثل الأو، أو الخميس الأربعاء أو الخميس. دو من الساعة ديزور ترانت عشرة ونص، أ فانتي أونوغ للساعة تسعة، من الساعة عشرة ونص للساعة واحدة. ديزور ترانت يعني عشرة ونص، أفانتي أونوغ للساعة واحدة يعني واحدة الظهر. لي جور غيستان الأيام الباقية، لا ته ولا الإس. لي جور غيستان الأيام الباقية. غيستان أ إن أن، أ إن أن، أ إن أن. De 10h30 من الساعة 10:30 à 18h للساعة 6 المساء. فيرمي يغلق يعني بيكون مغلق المتحف. فيرمي لندي أن، يو إن أن، أن هدول أحرف الغني أن أن.
لاندي يوم الاثنين، بخمية الأخ يعني الأول، بخمية جانفي أن أن الأول من كانون الثاني بسكر يعني عراس السنة، إي و لنوف مي وتسعة أيار أي تنقرأ أي أنتخي أن 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 جانفي أنتخي الدخول أنتخي دخول غاتويت مجاني ونبع وراها إر أريناها ج غاتويت وي غاتويت دخول مجاني لو بخوميي الأول جودي لو بخوميي جودي الأول من خميس دو شاك سي أش ش وليست ش ش من كل أول خميس من كل موا شهر اسمها بتنقرا والأو إي بتنقرا وا أول خميس من كل شهر لو جودي دو شاك موا إي وا لو سيت ست سبعة ديسمبر سبعة كانون الأول قريناها سهلا وبعدها أو أن أو أم أن ديسمبر وسبعة كانون الأول أون فيزيت بريفي اسم من حرفين صوتيين ز فيزيت زيارة مرت معنا أن أن أون أن أون une visite privée ziara khassa l'ermitage متحف الارميتاج اسن ان اي ان ان والاي لحالها كمان ان اسن بيترسبورغ بيترسبورغ متحف الارميتاج في منطقه سان Saint Pétersbourg, le plus beau. E a u ten ara o. Al ajmal, le plus beau. Al ajmal. Musée, yani ajmal mathaf. Musée. Esmer harfin saoutien z. Al mathaf al ajmal du monde. Fil alam. O n o. Avec ma c. كم صفر؟ أربعة يعني 230,000 يعني 230,000 متر كاري الانفو أثنين يعني مربع متر كاري متر مربع دو سرفاس مساحته سرفاس أريناها سه لأنه بعدها أو إي و دي مليون ملايين اي دي مليون دو فيزيتور اسم حرفين صوتيين ز دو فيزيتور ملايين الزوار باغون بالسنه الوحده باغون عملنا انشينمون مشيناها بونجور هاي اون هاي او بونجور شير سي اش ش شير الاسم بتنقرا ليكتور الاسم بتنقرا صباح الخير قراءنا الاعزاء انتريسي المهتمين اي ان ان بونجور شير ليكتور انتريسي صباح الخير اعزائنا القراء المهتمين جو مابيل اسمي ادعى جاك جاك اسمي جاك جي تيرميني اي تنقرا اي تيرميني انهيت جي تيرميني مي زيتود مشينا ليزون اسم حرفين صوتيين صارت ز مي زيتود انهيت دراستي ان اركيولوجي ان اركيولوجي هل سي اش تنقرا ك بالآثار بعلم الآثار عن أركيولوجي قريتها جه لأنه بعدها إي بعلم الآثار لاني في العام ديغنيير الماضي أن أن في روسي في روسيا إي و أو
aujourd'hui, اليوم, ايوي, ايوي, والاش ما بتنقرا. Aujourd'hui, واليوم, j'ai envie, en, envie, عندي رغبة, رايد, de vous, ou, ou, de vous présenter, اسمين حرفين صوتيين ز. أريد أن أرغب أن أقدم لكم dans ce plan, dans en. في هذا ce, الناس وراء e, dans ce plan, en, en, dans plan. في هذا المخطط, le musée, اسمين حرفين صوتيين, le musée, المتحف, le plus, الأكس, le plus ancien, اسمين حرفين صوتيين, صارت ز, le plus ancien, en. I-E-N-I-N, le plus ancien, le plus ancien, الأكثر قدما, que j'apprécie, اللي أنا كتير بحبه. J'apprécie, يعني أنا كتير بقدر قيمته. هون سهلا وراها I, j'apprécie. C'est un, enchaînement, c'est un. إنه, palais, A-I, تنقرأ A. إنه متحف, musée, ما قصر. اسم الحرفين صوتيين ميوزي هو متحف يعني قصر متحف. إلى بغيت إلى بغيت أنشينما مشيناهم مع بعض. إلى بغيت يضم دي شامبر سي اش ش غرفا دي شامبر اي و دي سال وقاعات. سبيكتاكولير الكلمة الطويلة مقطعة سبيك تا كو لير بيهون علينا لفظة وبصير صح. قاعات مذهلة سبيكتاكيو قريتها كهلا لأنه بعدها إيو والآ إي إي والاسم بتنقرا قاعات مذهلة سال سبيكتاكيولير دو ليبوك في العصر في عصور دي تسار القياصرة تسار روس الروسيين الروس قياصرة الروس قيصر. لغميتاج متحف الإغميتاج جه وراء أو اي فورمي يتألف دان أن دان كومبلكس دان كومبلكس من مجمع دو بلوزيور اسم الحرفين صوتيين ز دو بلوزيور من عدة باتيمون مباني باتيمون الاو ان تي بالفعل ما بتنقرا بالاسم بتنقرا ان هون اسم عده مباني باتيمون سور على لي ريف شواطئ لي ريف دو فلوف نهر نيفا دون في ان سو موزي سهل انه بعد او اسم الحرفين صوتيين ز دون سو موزي في هذا المتحف sont exposés enchaînement sont on sont exposés معروض donc كمان اسم الحرفين صوتيين صارت زي بتعرض plus de 3 مليون اكثر من 3 ملايين مليون on d'œuvres d'art تحف فنيه او هي كلها او d'œuvres d'art من التحف الفنيه تي ما بتنقرا peinture 1 IN 1 peinture رسومات لوحات sculpture البه ما بتنقرا ولا الاس sculpture منحوتات pièce سهلة انه بعدها e pièce قطع archéologique archéologique وهي ج قطع تاريخية أثرية pièce archéologique etc إلى آخره ce Ce musée, Espen Hafen Santillen, est classé, on est que, l'an bada, elle, classé, Yusanna Fazel Mutaf, au AUO, patrimoine, au IWA, Fituras, mondial, on, Fituras, l'alami de l'UNESCO, la UNESCO, de l'UNESCO, Nurjamnaido, d'Orteni. Le palais d'hiver, le petit ermitage,
le nouvel ermitage, le grand vieil ermitage, le théâtre. Horaire, mercredi ou jeudi, de 10h30 à 21h. Les jours restants, de 10h30 à 18h. Fermé, lundi 1er janvier et le 9 mai. Entrée gratuite, le 1er jeudi de chaque mois et le 7 décembre. Une visite privée. L'Ermitage à Saint-Pétersbourg, le plus beau musée du monde avec ses 230 000 mètres carrés de surface et des millions de visiteurs par an. Bonjour chers lecteurs intéressés. Je m'appelle Jacques. J'ai terminé mes études en archéologie l'année dernière en Russie et aujourd'hui j'ai envie de vous présenter dans ce plan le musée le plus ancien que j'apprécie. C'est un palais-musée. Il abrite des chambres et des salles spectaculaires de l'époque des tsars russes. L'ermitage est formé d'un complexe de plusieurs bâtiments sur les rives du fleuve Neva. Dans ce musée sont exposés plus de 3 millions d'œuvres d'art, peintures, sculptures, pièces archéologiques, etc. Ce musée est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, on a fini le premier texte. خلصنا أول نص كتابي 1/4 صف العاشر حديث. كانت معكم مدام ماها. Au revoir.